قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، كلمة افتدت به يشير إلى إيش؟ تفتدي من إيش؟ تفتدي من النكاح والذي التي هي فيه أسيرة. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان إيش يعني؟ أسيرة. فبالخلق كأنها تفتدي من أسر النكاح. ولذلك المرأة ينبغي أن تعرف قدرها، هي عند الرجل تحت الرجل وللرجل القوامة عليها، فما ينبغي أن تعلو هي عليه، ولا ينبغي أن تفكر هي في السيطرة عليه. ترى بعض النساء بالذات البنات اللي حقونا اليومين هذه إلا من رحم الله تدخل في الزواج وفي راسها إيش؟ إني أنا أمشي على كيفي، إن أنا أسيطر عليه، إن أنا كذا إن أنا كذا. هذا غلط. أنت عوان له، تساعديه، توقفي معاه، القوامة له. أنت تصنع من رجلك رجل. تدري عن هذا الكلام؟ يعني بعض النساء بحسن تعاملهن مع الزوج وأدبهن مع الزوج يجعلن من أزواجهن رجال، وبعض النساء من سوء معاملتهم مع الزوج وسوء خلقها مع الزوج تكسر الرجولة في زوجها، وهي السبب، وهي السبب. ولذلك المرأة مو فقط تصنع رجال في أولادها، بل هي تصنع رجال مع زوجها، تصنع زوجها رجل بحسن تعاملها. صح المثل يقول الخيل بخيالها، الخيل بخيالها، لكن برضو المرأة لها دور، لأنها إذا استمرت بسوء خلق تتعامل معه وتسيء التصرف معه وتسيء الكلام معه وتسيء الاعتبار له، فإنه سيشعر بالنقص، سيشعر بالنقص، وسيبدأ يتصرف تصرفات الناقصين. ما يكون تصرف رجل حازم يستطيع أن يدير الأمور ويحسن إدارة البيت أو الأولاد والأهل وإلى آخره. والسبة مين؟ هي هذه المرأة. ولذا والسبب كله أنها نسيت أن هي عوان عند زوجها، هي عوان عند زوجها. نعم.